الحضور الكريم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الأيام المباركة من شهر شعبان ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك، أسأل المولى عز وجل أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ونحن إلى الله أقرب. لقد قررنا في مجلس كفر قرع منذ بداية الدورة الحالية أن نبدأ بمسيرة التميز والتألق في مسيرة التربية والتعليم. لم نقلها شعارات، ولم نقلها من أجل الانتخابات، ولم نقلها من أجل الإرضاءات، ولكن قلناها إيمانا منا جميعا أن هذا المورد البشري يجب أن نستثمر فيه. ونحن بفضل الله تعالى بخطى ثابتة في هذه المسيرة. هذه مسيرة وليست خطوة وليست خطوات، ولكنها مسيرة قد تحتاج بعض السنين، ولكننا بفضل الله سبحانه وتعالى نمشي بخطى ثابتة نحو الهدف المنشود. كفر قرع وبفضل من رب العالمين تحظى بكل المقومات والخامات التي تؤهلها لتكون رائدة في جميع المجالات، ولا أقولها لأنني أنتمي إلى كفر قرع وابن كفر قرع، ولكن أشهدها شهادة حق. ما تبقى لنا بعد توفيق رب العالمين أن تتضافر الجهود، وأن نصفي النوايا، وأن نعمل جميعا من أجل هدف واحد، وهذا ما نقوم به بإذن الله مع إخواننا جميعا، كل في منصبه وكل في موقعه. منذ بداية سنة 2014 أقمنا اللجنة العليا للتوجيه التعليمي في كفر قرع، وتضم فيمن تضم مدراء ومديرات مدارس كفر قرع جميعا. وأستغل هذا المنبر لأسر لهم تحية الإكبار والإجلال على ما يقومون به من عمل مبارك. فهذه اللجنة بتوجيه من إخوتنا في المجلس المحلي وبمرافقة أخينا أبي سميح جزاه الله كل خير، تلتئم على الأقل مرة واحدة كل شهر. يلتقي مدراء ومديرات مدارس كفر قرع جميعا ومن يعملون في سلك التربية والتعليم في مجلس كفر قرع في قسم المعارف، الأستاذ رشيد عثامني، الإخوان أنور زحالقة نائب الرئيس ومسؤول ملف التربية والتعليم، الأخ نظير زحالقة، وجميع العاملين في سلك التربية والتعليم. يجتمعون، يفحصون، يخططون وينفذون بإذن الله تعالى. فتحية إكبار وإجلال لهم. قد يقول البعض وماذا يفعلون؟ ماذا نرى؟ من يطلع على مسيرة التربية والتعليم في كفر قرع في السنتين الأخيرتين يرى التوجه الإيجابي والتميز، ليس فقط على الصعيد المحلي وإنما على الصعيد القطري، ونقولها بكل فخر واعتزاز وأيضا بكل تواضع. لقد تضافرت الجهود. مجلس كفر قرع، وأتحدث الآن عن المدرسة الثانوية، أول من تجند وأول من وقف في الصف هم الهيئة التدريسية، معلمات ومعلمي المدرسة الثانوية، وتحية إكبار وإجلال منكم جميعا لهم جميعا. إدارة وطاقم الهيئة التدريسية بكل همة وعزيمة ونشاط تجندوا مع المجلس المحلي وقسم المعارف، وتجند أيضا لواء حيفا متمثلا بالأخ أبي سميح ومديرة اللواء السيدة راحل متوكي، فقامت بتأسيس أول لجنة لفحص التعليم الفوق الابتدائي في الوسط العربي. وهذه اللجنة قامت بتوصيات إن شاء الله ستبحث في الشهر القادم وتتخذ الإجراءات والقرارات اللازمة للمضي قدما في مسيرة التألق والتميز في مدارس كفر قرع بإذن الله. وأستغل هذه المناسبة وهذا المنبر لأوصل الرسالة للحاضرين والغائبين من أهلنا الكرام، أمهات وآباء، ولا أقولها إرضاء ولا أقولها شعارات، ولكن أقولها صدقا، أنتم عنصر مهم جدا في هذه المسيرة.
ليست فقط معاييرنا للنجاح هي معايير البقروت ولا معدلات الامتحانات، ولكن خلق وصلق شخصية الطالب والطالبة في كفر قرع ليكون مفيدا لشخصه لعائلته ولمجتمعه. فلذلك دوركم مهم جدا أن تحرصوا على التواصل مع الهيئات التدريسية ليحظى طلابنا بمكارم الأخلاق. أنا قلتها من على هذا المنبر في السنة الماضية وسأقولها في كل سنة وفي كل محفل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فإذا حسنت أخلاقنا حسنت أمورنا. في هذه المناسبة وأنا أنهي كلمتي، أتوجه إليكم أخواتي وإخوتي طالبات وطلاب المدرسة الثانوية زهرات هذا الحفل، أسأل المولى عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يكون هذا الحفل حلقة في سلسلة حفلات، في سلسلة نجاحات وإنجازات على صعيد شخصي وعائلي وعلى على صعيد مجتمعي في كفر قرع، لتكونوا من يحمل شعلة التقدم والتميز في كفر قرع كما عهدناها وسنعهدها بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.